العائلة ما كان لها دور باكتشاف هذه الموهبة عندك؟ انه الاطفال يعني من اول ما يبدون لحد ما يكبرون ويصيرون شباب، انه يعني وكحين تكون خاصة يعني هم الشباب، يكون عندهم الحركة، لكن الملاكمة يعني ما تجي من خلال يعني الحياة العادية، مو يراد لها تمرين ويراد لها عناية. هذا الموضوع منو اللي اكتشفك من العائلة او ساعدك انه تخطو هذه الخطوة؟ والله والدي، يعني والدي كان بطل العراق بلعبة الجودو، فيعني كان يحب. يعني أنت عندك الأساس الميول الموجود. نعم نعم، إحنا من عائلة رياضية، يعني والدي أخوتي عندي كابتن رضا أبو عرب، هم بطل العراق 12 سنة حاليا، هسه لاعب المنتخب الوطني. يعني أنت كان عندك الجو العائلي مناسب. نعم نعم. وجو رياضي بحيث تأثر.